بمده صلى الله عليه وسلم بمده فهي أربعة أمداد بمده بيده الشريفتين أربعة الحفنات الراجل المتوسط صاع كل واحد صاع والصاع أربعة أمداد وتجيب هي راه ماشي واجب من عند الله سبحانه وتعالى ولكن أوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجدها وأوجبها رسول الله صلى الله عليه وسلم مزيان وتجيب عن مسلمين عن مسلمين عن المسلمين كاملين كاع اللي عنده ما يعطي هذاك النهار يعطي عن مسلمين زيد ومن برزقه طلب حتى دوك الوليدات اللي معاك تجب عليك وعلى أولادك وعلى الوالدين إذا كانوا سميتوا إذا كانوا ما عندهمش راه والناس واجب عليك النفقة ديالهم أي واحد واجب عليك النفقة ديالو فهو تخرج عليه زكاة الفطر واحد السيد زوج بواحد المرأة ومعها أولادها عنده الربيب وهو ليس ملزم بالنفقة دياله هو ما ملزومش بالنفقة دياله هو ولكن هو خرج منه هذا الكلام قال للمرأة قال شوف يا لله تزوجي بيا ولكن هذاك الوليد وهذيك البنية راه بحال ولدي راه تا هو محسوب عليا إذا هو الشرع ما لزموش عليه ولكن هو لزمو على راسه ملي لزمو على نفسه يخرج عليه الله يرضي عليه قال لي ها ودي هاتي الله هاتي تزوجي بيا كذا كذا قالت لي راه عندي الولد كذا ما عندي كندير ليه ندير لشي بلاصه قال لي لا ولدك محسوب عليا داك الشيء اللي غناكل انا وياك تا ولدك تا هو قرايته وكساه راه على حسابنا اذا هو الزام نفسه على هذاك الوليد مزيان كاين بعض الناس كيسولونا هنا خصوصا هاد النهايه ديال رمضان تيقول لك ودي انا صام عندي واحد السيد من البلاد صام عندي دوز عندي واحد رمضان ولا دوز عندي دابا راه عندي 3 شهور ولا عندي 4 شهور واش انا نخرج عليه ولا ما نخرجش عليه واش هو انت ملزم بالنفقه ولا اخر احسان اذا لا تجب عليك زكاه الفطر ديالو اذا وتجب عليك وعلى من برزقه طلب ذاك اللي هو بك انت كتوكلو لانه هو ما عنده حتى شي مآل ما عنده فين ياكل فين يشرب الا انت اذا تجب عليك نفقته بحال هذاك الوليد اللي جابته امه او لا كذا اذا ومن هذا عن مسلمين ومن برزقه طلب بمعنى عليك انت السي المسلم وعلى هذاك اللي تجب عليك نفقته او كيبداو الوليدات كتبدا الزوجه هي الاولى والوليدات وديك الخدامه اللي عندك في الدار ما عندها فين تمشي ماركه معاك كتاكل معاك وتشرب معاك وانت ملزم بالنفقه انت النهار الاول قلتي ليها تعالي تخدمي عندي تلزمتي النفقه ديالها عليك قلتي لها تخدمي عندي ونعطيك واحد البيت هو كاين وبارك الله معانا تدفنينا ولا ندفنوك وماكلتنا راه مع ماكلتك اذا انت الزمت نفسك بالنفقه عليها اذا ولات تجب عليك زكاة الفطر زكاة الفطر اش هي زكاة الفطر هي واحد الصدقة كتعطى نهار العيد طهرة للصائم ومنفعة للمسكين هذه هي زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدر ديالها شحال صاع والصاع شنو الصاع هو أربعة أمداد أو أربعة حفنات بحفنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن برزقه طلب اذا عرفنا شنو هي زكاة الفطر وعرفنا القدر ديالها وعرفنا على من تجيب وعرفنا اش غادي نخرجوا خاصنا نعرفوا اش غادي نخرجوا من مسلمين كيقول الفقيه من مسلمين بجل عيش القوم انا كناكل واحد النوعيه ديال الزرع كناكل واحد النوعية ممتازة الرقم واحد ولكن واش المدينة كلها كتاكل بحالنا؟
انا كانوا كياكلوا واحد 10% ما نحسبوش عليهم، نحسبوا على السواد الاعظم. المحمديه فيها مثلا مليون ديال البشر، ولكن 100000 هي اللي كتاكل هذه النوعيه، ولكن و 900000 كتاكل الفارينه وكتخلط. اذا من جلي عيش القوم، داكشي اللي كياكلوا الاكثريه ديال الناس مزيان، من مسلمين بجلي عيش القوم مزيان. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.